ومعنا هاتفيا من لندن السيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية. مرحبا بكم سيد قصي. بعد تأكيد نائب قائد التحالف بليكس جيدني بشأن بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى هزيمة تنظيم الدولة، كيف يمكن فهم تصريحه مع ما سبق وأعلنه العبادي بخصوص دحر التنظيم؟ تحياتي لك والجمهور قناة الراهبين الأفاضل وشكرا على الاستضافة. بدءا ما تفضلت بحضرتك تكلمنا عليه في عدة لقاءات وعدة فضائيات، وقلنا أن تنظيم داعش الإرهابي تنظيم مدعوم من جهات دولية وجاء لتحقيق أغراض معينة في العراق وسوريا، وسنراه في عدة أقطار أخرى ليقوم بنفس الدور الذي جاء من أجله. وبالتالي القضاء عليه في سوريا والعراق في هذه المرحلة لم يتم بشكل نهائي بالكامل. شرحنا ذلك بالتفصيل وما أعلن اليوم من خلال يعني القوات العراقية عن تواجده في المناطق من جبل حمرين إلى القائم وإلى مناطق الحضر وغيرها، هذه مناطق واسعة. سياسة الحكومة وإمكاناتها غير قادرة على القضاء على هذا التنظيم، إضافة إلى أن هذه الحكومة بتشكيلتها وبتركيبتها وبالتزاماتها تجاه إيران وتجاه أمريكا تجعل من الصعب عليها أن تكون قادرة على حماية العراق من أي تنظيمات إرهابية لاحقا تنشأ نتيجة السياسة الخاطئة التي انتهجتها منذ 2003 من خلال يعني حل الجيش الوطني والنظام الطائفي اللي عمل عليه في هذه الحكومة، وتهميش مكونات أخرى وعدم إشراكة الدفاع عن العراق، لا بل تدمير هذه المكونات. إذن الأساسيات التي جاء من أجلها داعش ودخل العراق ما زالت هذه الأسباب هي نفسها موجودة الآن، إضافة إلى أن العمليات التي تجري في عدة مناطق من العراق تشير إلى أن هذا التنظيم لم ينتهي وإنما اتخذ استراتيجية جديدة تكمن في الضربات في مواقع ومفاصل مهمة تؤثر على القوات العراقية وقادر على أن يخلق حالة جديدة في أي وقت من الأوقات. قرار بقاء القوات الأمريكية صاحبه كذلك قرار مشابه من القوات الكندية والأسترالية، ألا يحكم وجود هذه القوات اتفاقيات من المفترض أن تكون مع الحكومة في بغداد؟ الاتفاقية الأمنية اللي عقدت عام 2011 مع الحكومة العراقية والتي تم على ضوئها خروج القوات الأمريكية وبقاء مستشارين وموظفين السفارة الأمريكية آنذاك حدود 15,000 عنصر أمريكي، ما زالت هذه الاتفاقية سارية، واتفاقية الدفاع المشترك والحماية للعراق موجودة أصلا، وبالتالي لا تحتاج الولايات المتحدة لاستحصال موافقات جديدة من الحكومة. هذا واحد. اثنين، الحكومة العراقية بغض النظر عما يعلنه هذا وذاك هي أضعف ما يمكن ولا تستطيع أن تسيطر على العراق وتمنع عن أي هجمات إرهابية أو سيطرة ميليشيات أو من هذا القبيل، إضافة إلى أن المجتمع الدولي لا يمكن له أن يستمر في هذه الفوضى التي أدت إلى إنشاء تحالف دولي وصرف المليارات لغرض إنقاذ الحكومة العراقية وإنقاذ المنطقة من الإرهاب الذي تمدد حتى وصل إلى أوروبا وإلى دول أخرى. إذن القضية ليست قضية عراقية وإنما هي قضية دولية الآن. الإرهاب الذي يجد مكانا آمنا له نتيجة سياسة حكومة خاطئة لا يمكن للدول أن تترك هذا النظام يعمل بحرية، لأنه عمل خاطئ واستمراره بهذا الوضع يؤدي إلى تنامي التنظيمات الإرهابية والانطلاق مرة أخرى إلى العالم. التحالف الدولي سوغ بقاء القوات الأمريكية بتنفيذ عمليات استقرار طويلة الأمد، إلى أي مدى يمكن ربط هذا التسويغ الأمريكي في التحالف الدولي بالنفوذ الإيراني في العراق؟ الآن في النقطة المهمة الحقيقة في هذا الموضوع، وسؤالك سؤال جيد جدا. حسب معلوماتي الشخصية ومن عدة مصادر أن هناك ترتيبات تجري لإعادة رسم الخارطة السياسية سواء في العراق أو المنطقة، بما يجعل المنطقة أكثر استقرارا وعدم السماح للتنظيمات الإرهابية أن تعود لهذه المناطق لغرض استفادة المحتل الأمريكي من هذه الأرض، وبالذات العراق كما صرح الرئيس ترامب من أن النفط العراقي يجب أن يكون لأمريكا وللعراقيين حسب قوله. وبالتالي هذا الأمر يتطلب تحجيم دور إيران التي بدأت من خلال الفراغ الذي حصل نتيجة خروج القوات الأمريكية
بدأت تتمدد وتشكل خطر كبير على المنطقة وعلى المصالح الأمريكية وعلى أصدقاء أمريكا في المنطقة. وبالتالي المرحلة القادمة التي ستظهر خلال شهرين إلى ثلاثة، هناك تحرك على ما يعني أعلم، تحرك باتجاه تحجيم دور إيران ليس لمصلحة العراقيين وإنما لمصلحة أمريكا أساسا، لكونها تريد أن تعيد رسم الخارطة السياسية بما يتلائم مصالحها وبما يجعل العراقيين يعني يشعرون بالاستقرار أكثر وبقبول أمريكا كدولة راعية لهذا الاستقرار. هل سيخدم ذلك العبادي رئيس الحكومة في بغداد؟ هل سيستفيد بشكل ما برأيك من بقاء القوات الأمريكية ويستخدم ذلك لمصلحته في العملية الانتخابية المقبلة؟ هو ليس مخير الحقيقة في الأمر، هناك أمور أكبر منه، ومن جاء به يفرض عليه ما يريد، هذا واحد. اثنين، العبادي يعلم أنه لا يمكن البقاء بمسك العصا من الوسط ما بين إيران وأمريكا. اليوم الأمور تتجه كلها نحو إصرار الولايات المتحدة على أن تكون لها دور أكبر من السابق بعد أن اعترفت بخطأها بخروجها عام 2011 وتركت العراق الفوضى، وما حصل بعد ذلك من تردد إيراني باتجاه سوريا وما حصل باليمن وغيرها، كل ذلك حصل بسبب انسحاب القوات الأمريكية غير المنظم وغير المسؤول. وبالتالي العودة هذه لا يمكن للقوات الأمريكية أن ترتكب نفس الخطأ. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة برمجة العملية السياسية والأوضاع في العراق بما يتلائم مصالحها أولا، التي تتطلب أن يكون العراق مستقر وخارج منظومة الفوضى ولا يسمح بوجود تنظيمات إرهابية تؤثر على العراقيين أولا، لأنه إن بقيت الأوضاع بهذا الشكل فالشعب العراقي قد ينتفض بانتفاضة لا يمكن حساب أبعادها أو سيطرة عليها، وبالتالي يجعل القوات الأمريكية وأمريكا أمام مسؤولية أكبر مما حصل في السابق. شكرا جزيلا لك، هاتفيا من لندن السيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية.